فيستحيل أن يكون دائما على طهارة. فجوز له العلماء أن ربما يكون في حالة يكون على غير طهارة، أو أن يجعله الإنسان في ظنة هاتف تليفون يصوني بالقرآن. كيف هذا يصوني بالتليفون بالقرآن؟ ما يصبحش هذا يعرفه، يجيها حتمت ولقد جاءهم من ربهم الهدى، التليفون يصوني كما هكا، واحد من القراء يقرأ ومن بعد أنت كيف تدير؟ تقطع الآية تخليها حتى تكمل، وساعات تليفوني لك هو في منتهى وسط المرحاض وفي حالة ما تصلحش، كيف تدير؟ فقالوا هذا من الامتهان لكلام الله، ولا يصلح لا يليق أن يجعل القرآن كرنة في هاتف، ما يصلحش، دير حاجة عادية وخلاص. نعم، وهكذا إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي ليس فيه شيء من اللهو والباطل والعبث. إنهم يكيدون كيدا، أي هؤلاء المشركين كفار مكة يعملون المكائد، وكل كفر إلى قيام الساعة يعملون المكائد للإسلام ولإطفاء الإسلام ونور الإسلام ولإضعاف المسلمين وإبقائهم على جهلهم وضعفهم وعجزهم وذلهم، ماذا بهم يبقوا كما هك إلى قيام الساعة. نعم، وهكذا فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقالش ربي في سورة التوبة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، اجتمعوا في دار الندوة باش يقتلوه، قالوا واش نديروا له هذه المصيبة، هذا نقتلوه نحبسوه ننفوه، ذكرها ربي، الاجتماع ذكره في كتابه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا المكر ياكم ديروا فيها وعلى باله به ربي وأنزله في كتابه، ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا، بالصح وأكيد كيدا، إذا كان هم يكيدون فالله عز وجل كيده أعظم. نعم، وأكيد كيدا، فهو لا يفتر سبحانه وتعالى عن كيد الكائدين، فمن كاد كاد الله له، كاد عليه، ومن استهزأ استهزأ الله به، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا دواليه، وهكذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام، وسيدنا يوسف حسده إخوته واتفقوا مع بعضهم وش نديروا له هذه المصيبة، هذا الذي أخذ لب أبينا وعدلته إلا به هو، وش نديروا له؟ قال يطرحوه أرضا، روحوا طيشوه في بلاصة، فاتفقوا على أنهم يرموه، فرموه في بئر بعد ما خرجوا، رموه في البئر، ولكن أين عناية الله؟ الله عز وجل له عناية بعبده. نعم، هاو لحوه في البئر، جات القافلة عقبة، هز لاح البيدون، خرج سيدنا يوسف، باعوه في السوق، ولا عبد مسترق، تباع في السوق بثمن بخس كما قال ربك. نعم، وهكذا حتى تباع في السوق، ومن بعد عاد عبد في وسط القصر، خدام ثم في قصر الملك، ومن بعد زج به في السجن واتهم في عرضه، ولكن الله عز وجل أمزان أو الكيد إنهم يكيدون، بصح الله عز وجل حتى هو يكيد. وهكذا وهو في السجن تجي الرؤيا تاع الملك، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ افتوني في أمري إن كنتم من الرؤيا تعبرون، مش فاهم النما هذا. قالوا له دي ما عرفوش أضغاث وأحلام هذه باكي خلوطة بك. قالوا وكاين واحد في السجن هذاك اللي هو حبسينه هذاك يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، ترفع شأن سيدنا يوسف، وهكذا رفع الله من شأنه، خرج سيدنا يوسف من الحبس وتبوأ مكانة عظيمة، ولا هو وزير الخارجية وزير الاقتصاد، ويجي الخوان تاعو يشوفوا فقراء يطلبون الميرة ويطلبون الشعير ويطلبون الخبز، ومع البرمش اللي هذاك هو أخوهم اللي مطيشوه في البير، إيه ما مش عارفين اللي هو. قال ربي في آخر المطاف كذلك كيدنا ليوسف،
كذلك كدنا ليوسف فكاد الله عز وجل له حتى أخرجه ولا هو المتصرف. نعم قال رب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه عليه الصلاة والسلام وبوأه مكان عظيما. نعم وأنتم تعرفون القصة. فكيد الله عز وجل بالكائدين عظيم. نعم وبطشه ومكره بالماكرين عظيم. ولا نستطيع أن نسمي أحدا صفة من صفات الله إن نجتنيها ونشتقها من هذه الصفة من هذا الفعل فنقول الله عز وجل ماكر أو مستهزئ أو كائد أبدا، وإنما يسحق تكون صفة مقابلة للصفة الأخرى. يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أي سمناهم حاجة قليلة، إن غدا لناظره قريب. وش هي الدنيا هذه 60 70 100 سنة وما تفناه وخلاص. نعم أمهلهم رويدا أي سمناهم شيئا قليلا فقط سوف يرجعون إلي ويشوفهم بعد عقبة كيف دايرة وقد فنوا فاتوا خلاص ماتوا جميعا وإلى الله عز وجل الرجعة. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن فقه هذا الكتاب وعمل بهذا الكتاب. آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.